السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد على قناة شمس الحياة. كنتمنى فيديو اليوم يلقاكم بخير في أحسن الأحوال وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم بطبوط مغربي وما يسمى بالخبز العربي، ناجح 100% بجميع مراحل التحضير دياله وبطريقة سهلة، كنحصلوا على نتيجة أكثر من رائعة. كيجي رطب وخفيف ومنفوخ ومهوي من الداخل كيف ما كتشوفوا معايا، أكثر من رائع. يمكن لكم تحضروه بالحجم اللي بغيتو. كنتمنى أنكم تجربوه، وإلا عجبكم طبعا شجعوني باللايكات ديالكم واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بأي جديد كننزلو، وبارطاجيو الفيديو مع الأهل والأحباب باش تعمل فائدة. منطولش عليكم، نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير اللي سهلة بزاف. غنحتاجو في العجين ديالنا ديال اليوم، عندي زلافة ديال الدقيق الأبيض، زلافة ديال الدقيق الفينو، إلا مكانش متوفر يمكن نستعملو السميدة الرقيقة، عندي معلقة صغيرة ديال الملحة، والملح دائما حسب الذوق، عندي معلقة كبيرة ديال الخميرة فورية أو الخميرة ديال الخبز، ومعلقة صغيرة اللي يمكن لينا نعوضوها، معلقة صغيرة ديال العسل يمكننا نعوضوها بالسكر. عندي هنايا جوج ملاعق ديال زيت الزيتون غنستعملها من بعد، وعندي دقيق الفينو باش غنقرص الخبز ديالي. نبداو على بركة الله، غنخوي القليل من الماء على الخميرة والعسل حتى كدوب ليا الخميرة. بالنسبة للقياس ديال الدقيق أو دقيق الفينو أو الدقيق الأبيض، فدائما نتوما كتستخدموا أي زلافة عندكم سواء كبيرة سواء صغيرة، المهم ان الكميه تكون متساويه، يعني القياس ديال الدقيق الابيض نفسه ديال الدقيق الفينو. كيف كتلاحظوا معايا هنايا الخميره صافي دابت، فغنبدا نخلط العجين ديالي. بالنسبه للماء فهو خصو يكون دافي، ما خصوش يكون سخون باش ما يبطلش لينا المفعول ديال الخميره. كنبقى نضيفه بالتدريج باش كنتحكم في القوام ما كتجراش ليا العجينه. صافي، كنبقى معها غير بشويه حتى كتجمع ليا العجينه. كيف كتلاحظوا ان الدقيق ديال الفينو فهو كيشرب، يعني نحضيو معها باش ما تقصحش لينا من الاول. صافي، هنا من بعد ما كنكون جمعت العجينه وهذا هو القوام ديالها، فماشي قاصحه بزاف وماشي خفيفه. غنضيف جوج ديال الملاعق ديال الزيت، انا استعملت هنا زيت الزيتون، الا ما كانش متوفر يمكن لكم تستعملوا زيت نباتي، فكنحصلوا على نفس النتيجه. صافي، وكنبدا ندخل الزيت في العجينه على هذا الشكل، فانا ما كنحاولش ندلكها، فقط كندخل الزيت ديالي حتى كتشربوا العجينه وصافي. بالنسبه الى كنتو يعني زربانين بالبطبوط ديالكم بغيتو تحضروه بسرعه، فيمكن لكم تعجنوا العجينه واحد 5 دقائق حتى 7 دقائق، ولا ما كنتوش زربانين ففقط غطيوها كيف ما غندير انا حتى كترتاح مع راسها مزيان وكدلك راسها، عاد ان شاء الله نكملوها. كيف كتلاحظوا معايا انا دهنت ليها الوجه ديالها بالقليل من زيت الزيتون باش نغطيها بالبلاستيكه ما تلتصقش ليا، ونخليها ترتاح ونتلاقاو ان شاء الله باش نكملوها. هنا من بعد تقريبا نصف ساعه كيف كتلاحظوا معايا في العجينه ديالنا ارتاحت، ها انتم الشكل ديالها كيف كيولي، كتولي مطاطيه على هذا الشكل، يعني كدلك راسها براسها. وكيف ما قلت لكم من قبل، الا كنتو زربانين بالبطبوط ديالكم فيمكن لكم تدلكوه يعني تخدموه في نفس الوقت. غنرش سطح العمل بالقليل من الدقيق ديال الفينو، كنحاول ما نكترش. هنا من بعد ما حطيت العجينه ديالي فغنحاول نقسمها قطع متساويه. بالنسبه للحجم ديال البطبوط ديالكم فانتوما كتحكموا فيه، فاذا بغيتوا بطبوط كبير فغديروا قطع كبيره، بغيتوه صغير بطبيعة الحال غتقطعوا العجينة إلى قطع صغيرة. هنا بعد ما قطعت قطع متساوية فغنوضع كمية قليلة فقط من الدقيق الفينو،
ونشكل منها كويرات. كنحاولوا ما نكتروش الدقيق في هذه المرحله باش العجينه ما كتشربش لينا الدقيق ديال الفينو، وكتشرب الدقيق وكتجينا شويه قاصحه. نزيد معكم الثانيه. كيف كتلاحظوا معايا فهي كتلتصق شويه في اليدين، لكن ما تخافوش منها، وهذا سر من اسرار باش كتجينا كيجينا البطبوط خفيف ومفشفش وخاوي من الداخل. صافي، وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل القطع اللي عندي كامله. كيف ما كتلاحظوا معايا فانا خديت واحد الصينيه ولا واحد البلاطو، فرشت فيه واحد المندير كنوضع فيه الكويرات ديالي، وانا كنشكل فيه كنغطيهم باش ما كينشفوش ليا وكيكون واحد القشره من الفوق. بعد ما كنكون كملت الكميه اللي عندي كامله، فكناخد اول كره او اول قريصه كونت، كنرش كميه من دقيق الفينو وكنبدا نبسطها او نقرصها. الا بغيتو تستعملوا مدلك فيمكن لكم، انا فضلت فقط نقرصها بيدي. كنحاول ما نكثرش الدقيق ديال الفينو، فقط الكميه اللي غتقرصها ليا وما تلتصقش باليدين اولا في سطح العمل. هذا هو السمك ديالها كيف كتلاحظوا معايا، ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش غليظه. صافي، وكنرد بواحد البلاطو اولا في المكان اللي غنوضعها فيه حتى كتختمر شويه. نزيد معكم الثانيه. كيف كتلاحظوا معايا فهما كيتقرصوا اولا كيتبسطوا بسرعه لانهم خمروا لينا من قبل. بالنسبه للمرحله الثانيه فانا ما غنخليهمش يخمروا بزاف، فقط واحد العشرة 7 دقائق حتى 10 دقائق ونبدا نطيبهم. صافي، وكنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. هانتوما العجينه ما شاء الله كتجي فيها الفقاعات، وهذا دليل انها ناجحه 100%. وانا من بعد ما دازت ربع ساعه فانا وضعت المقلاه ديالي تسخنت مزيان، وغنبدا نوضع البطبوط ديالي كيطيب بهذا الشكل. فانا هنا عندي المقلاه شويه كبيره، فكنظن انها غتهز ليا جوج. كيف ما كتلاحظوا معايا فانا درتهم شويه كبار، ماشي صغار بزاف وماشي كبار عاوتاني بزاف. بالنسبه للنار فضروري انها تكون فقط متوسطه، كنحاولوا ما نجهدوش بزاف، لان الا كانت عاليه فالبطبوط ديالنا غادي يتحمر بسرعه وغادي يبقى معجن من الداخل. وكنبقى مره كنقلبهم حتى كيطيبوا ليا من الجهتين. كنحاول هكا كنضغط من الجوانب باش كيطيبوا ليا وما كيبقاوش قادرين. صافي، ملي كيبانوا لي انهم تحمروا من الجهتين فانا غنحيدهم ونعاود نوضع جوج اخرين. كنمسح المقلاه ديالي الا كان نزل فيها شويه ديال الدقيق ديال الفينو باش ما كيتحرقش ليا، فكنحاول نمسحها. كنوضع الاولى، كنزيد الثانيه. صافي، وكنمشي بنفس الطريقه كنحاول نرد ليهم البال باش كيف يشدوا راسهم نقلبهم. وكنبقى مره كنقلبهم حتى كيتحمروا ليا من الجهتين. واحد الحيله بغيت نتقاسمها معكم، فمني كتنتفخ ليكم البطبوطه اولا الخبيزه على هذا الشكل، فكيف كتلاحظوا معايا ان الجوانب كتبقى خضراء ما كطيبش، يعني بمجرد ما كتنتفخ فانا كنحاول نوضع فيها واحد الثقب من الجانب. صافي، وكتنزل على هذا الشكل باش كنوصل الجوانب حتى هما كيتحمروا، لانها الا بقات منتفخه فهي كتحمر من الوسط وكتبقى ليا من الجوانب خضراء اولا بيضاء. وكيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال البطبوط ديالنا، كيجي زوين بزاف منتفخ ورطب وخفيف ومهوي من الداخل ومحمر كيف ما كتلاحظوا معايا. فعلا كيجي اكثر من رائع وكيستحق انكم تجربوه، واكيد غادي ينال الاعجاب ديالكم ويولي عندكم معتمد. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، وإلا عجبتكم وصفتنا اليوم ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، واشتركوا في القناة إلا كنتوا أول مرة كتشوفوها، وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بأي جديد. نخليكم في أمان الله، نتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة.